Javi García, Sergio León, Víctor Camarasa, Dumisi, Cristian Teo, Francis Guerrero y Pedro López. بينما في كرسي احتياط فريق ريال فاران بنزيما مودريتش كيكو كاسيا هيرمونديز إسكو وداني سيبايوس هل هو ال هو هم السبع لاعبين الأشياء على مستوى الكرة ضربة الانطلاقة سيعطيها مشاهدينا فاضل خيسيس خيل وضع التسلل من كريستيانو رونالدو في أول كرة في العمق وخروج موفق من تغير تماما من هنالك في اتجاه فيربو والكرة رجعت مباشرة لجاريث بيل رونالدو محاولة عند الكرة رونالدو والدفاع والركنية أول كرة صعبة للريال ومارك بارترا الثالث بفارق أربع نقاط على الريال نعم الريال يخبئ مباراة ناقصة ليدخل راح دخل أسيسيو خطيرة أولولا بحثا عن لوكاس فاسكيس وأنطونيو أدان يلتقط هذه الكرة من توغل رجع المدافع مندي للخلف يأتي اليمنى لبراكان التوزيعة عالية خطيرة لإخواكيم مدريد يعني الريالان يلتقيان اليوم هوب يأتي دبوس رائع بابا بابا تسديدة رائعة وجول جول جول صاروخ من رونالدو وراسية من أسينسيو جول يسجل هدفه الخامس هذا الموسم ماركو أسينسيو يفتح المباراة ويفتح مجال التسجيل ويخلي عناصر بيتيس مضطرين للخروج بعد ذلك التسديدة كانت قوية من كريستيانو رونالدو والرأسية كانت كذلك من أسينسيو ابتعاد عن التهديف وراموس بالرأس كيم رياض مدبوس خواكيم فرصة صعبة كثير لعناصر ريال بيتيس بين رياض رونالدو هو الذي اخرجها بالراس مارسيلو بعيد التسديدة من فيربو ناحية فيربو فيربو يمر يدخل فيربو من دون حراسة خطيرة عنده فراغات فيربو من هنالك لوكاس فاسكيز لحد الآن في خلل من ناحيته عندما تكون الريال فاسكيز وصلته كارفاخال التوزيع اي 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 وينك يا لوكاس فاسكيز فيربو مرة ثانية دخل خواكيم الركنية من خواكيم وبيل يعني ركنياته كم هي صعبة خطيرة بالراس بابا بابا بكاد يكون كاد ياتي هدف التعديل لصالح الريال بيتيس من عيسى مندي هنا بالراس يلعبها سريعة جدا كرة خطيرة لصالح اللاعب مورونو رائعة هذه التسديدة من لورين مورون صاحب ثلاث اهداف لريال بيتيس كاد يسجل الرابع في تنفيذ هذه المخالفه خواكيم با 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 رائعه من اروع ما يكون من خواكيم ورائعه من كيلور ناباس حطها لك في الزاويه اللازمه وبالدقه اللازمه وبالقوه ايضا اللازمه هذه الكره ناباس بيمنى يخرج طبعا كل حول مارسيلو لا شك وكيما استلمها يلعبها عرضية ومندي بالراس هو أصلا في كيلور ناباس صعبة كثير هذه المخالفة هاي كرة جول خواكيم مرفوعة رائعة خطيرة جول عيسى مندي يعدل النتيجة لريال بيتيس عند الدقيقة 34 من عمر المباراة ويسجل أول أهدافه في الدوري مع ريال بيتيس تمريراتك دواء يا خواكيم تمريراتك فيها الدقة وفيها الخطورة وفيها البراعة وفيها الروعة ويأتي الدور الأول لعيسى مندي مع ريال بيتيس ويسجل أول أهدافه كازيميرو استرجعها رونالدو متسلل يا كريستيانو استرجاع رائع لكازيميرو ورونالدو كان في رأي التسلل شاف خواكيم خواكيم خطيرة واللعبة رائعة جول ناتشو يسجل ضد مرماه لريال بيتيس فعلها من هنالك جينيور فيربو كرة سريعة من رياض بدبوس لخواكيم ريال بيتيس ينفجر في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق ويسجل الهدف الثاني في ظرف ثلاث دقائق من اللعب ويصبح ويحول الخسارة يا رونالدو يراوغ يدخل رونالدو اولالا بيتيس وبيستلم هذا الرابط والتسديدة باليسرى